يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائم بخير وصحة وعافية. سنة 2023 كانت سنة مليانة بالإنجازات ولله الحمد، تابعنا أنميات كثيرة، تابعنا أفلام كثيرة، حققنا أشياء مرة كثيرة ولعبنا ألعاب مرة كثيرة مع بعض على تويتش. ولكن أبرز الإنجازات لي في سنة 2023 كانت أني أخذت المركز الثاني كأفضل القنوات في تويتش في تصنيف الجست شاتينج، وكمان أخذت المركز السابع كأفضل القنوات برضو العربية في تويتش في التصنيف العام. وبإذن الله سنة 2024 راح يكون فيها المزيد من الإنجازات، مش بس لي، لكم ولجميع من يشاهد هذا الفيديو. غير كذا يا جماعة، أذكركم على السريع مع السنة الجديدة ولا ما يحتاج، يا بنت عارف، اشترك، جرس التنبيهات، لايك للفيديو لو عجبك، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي، ديسكورد، حساباتي، كل شيء راح تلاقيه في صندوق الوصف، وكمان قناة الألعاب اللي بينزل فيها فيديوهات تقريبا بشكل شبه أسبوعي. غير كذا اربط لي حزامك وعلى اخبار 2024 لنبدا. طيب يا جماعه، اكيد كل واحد فينا يعرف شخصيه ميكي ماوس. شخصيه ميكي ماوس شخصيه اشهر من نار على العلم، شخصيه قديمه وكبرت عليها وشابت عليها اجيال كثير. الشخصيه هذه يا جماعه اخترعها والتر ديزني، او مثل ما هو معروف باسمه والت ديزني. المهم يا حبيبي، احب اقول لكم يا جماعه انه شخصيه ميكي ماوس راح تودع الملاعب قريبا. كيف تودع الملاعب يا وجيه؟ شخصيه خياليه، ايش قصدك؟ حلو، خليني اشرح لك. يقول لك في نظام حقوق الملكيه والفكريه الامريكيه وبعض دول أوروبا، إذا في شخص اخترع شخصية خيالية يحق له تملكها والاحتفاظ بحقوقها لمدة لا تزيد عن 95 سنة، وبعد 95 سنة تتحول إلى شيء اسمه الملكية العامة. أي شخص يقدر يستخدمها، أي شخص يقدر يألف عليها، يكتب قصص عنها، يسوي لها أنيميشن، خلاص تصير بتاع الكل. يعني الحين يوجيها أقدر أسوي أنيميشن، أقدر أرسم ميكي ماوس وأقول إنه هذه الشخصية حقي ومن رسومي وكذا، مش بالطبع الطريقة دي يعني، بس تقدر تستخدمها خلاص، ما عاد في احد بيقدر يطالبك بحقوق نهائيا. ومش اي نسخة من ميكي ماوس، لا 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 ركز، النسخة الاولى القديمة لميكي ماوس اللي بحط لكم صورتها هذه. ولكن تدرون المشكلة وين؟ الشخصية هذه بالتحديد والفريم هذا اللي هو مأخوذ من فيديو معروف لديزني، ديزني دائما يستخدموه كانترو او مقدمة لبعض افلامهم، احتفاء بميكي ماوس واحتفاء بالمؤسس والت ديزني. فهذه الشخصية بالتحديد الان اصبحت ملك للعالم اجمع، ديزني ما عاد تقدر تحتكرها، ولكن النسخ الجديدة من ميكي ماوس ما زالت حقوقها موجودة عند ديزني. علشان كذا تشوفون بعض الشخصيات الخيالية المشهورة في لها أكثر من نسخة، نسخة يابانية، نسخة أمريكية، نسخة كل، خلاص يعني حقوقها بعد فترة تصير ملك للعامة ويقدرون يهبدون براحتهم فيها. طيب شخصية ميكي ماوس القديمة أصبحت ملكيتها عامة وتقدر تستخدمها في أي استخدام أنت تريده. عتدرون يا جماعة، بالرغم من المشاكل الكبيرة اللي صارت في هوليوود وبالتحديد في سنة 2023، غير إنه أمريكا نفسها أصلاً في مشاكل سياسية ومشاكل أهلية وحروب ومنازعات وبايدن اللي قاعد يهبد في الدنيا، وغير مشكلة الكتاب والممثلين والإضراب، إلا إنه شباك التذاكر الأمريكي فقط، شباك التذاكر الأمريكي فقط مش العالمي، وصلت إيراداته لسنة 2023 إلى 9 مليار دولار، وهذا الرقم يعتبر أعلى رقم جابته هوليوود من بعد جائحة كورونا. آخر رقم عالي جابوه هوليوود كان في سنة 2019 وكان 11 مليار دولار، 2020 كان 2 مليار بس، يا ساتر. 2021 كان مليار، 2022 طلع الى 7 مليار، فواضح انه هوليوود قاعد تسوي ريكفري، يعني واضحه يعني ما عاد يحتاج. فغالبا 2024 اذا انحلت المشاكل الثانيه ممكن يوصل الرقم هذا الى رقم اكبر من كذا. سبحان الله يا اخي، الفيلم هذا بيني وبينه حاجه، ماني قادر اتابعه، كنت ناوي اتابعه الويكند الماضي مع الشباب، وحجزوا لي الفيلم وكنا بنروح نتابعه كل شيء، وحصل لي ظرف وما قدرت انزل جده، واحد من الشباب اعطيته التذكره، قلت له يا ابوي روح شوف الفيلم، انا ما اقدر انزل جده. قلت يا عمي صدقني لا اشوف الفيلم، وحجزت الفيلم عندنا هنا في الطائف في سينما موفي اللي هي ستاندرد، ما في الا ستاندرد، قلت مو مشكله اهم شيء اشوف الفيلم. وفي نفس وقت الفيلم، نفس وقت الفيلم باقي على الفيلم نص ساعه قاعد اتجهز وزي كذا، الا جود بنتي تعبانه، يلا شيل ودي مستشفى يا حبيبي، وراح علي الفيلم الف سلام عليه. انا ما قلت لكم ايش الفيلم، اكوامان، فيلم اكوامان الجديد ماني قادر اشوفه، وخلاص صراحه واضح الرساله، واضح كل ما اجي احجز الفيلم تصير لي مشكله، فخلاص بنتظر الفيلم لين ينزل بجودات عاليه واشوفه من البيت، وكمان بسمع كلام ماهر موصلي لما قال وفر فلوسك الفيلم ما يستاهل. عموما يا جماعه، فيلم اكوامان وصلت ايراداته الى تاريخ هذا الفيديو وفي ثاني اسبوع له الى 255 مليون دولار، واللي يعتبر رقم مره كويس بما انه ميزانيته كانت حوالي 205 مليون دولار. ولكن متى يصير ناجح في شباك التذاكر؟ اذا بدا
بدأ يتجاوز أو وصل إلى 300 مليون دولار، لأنه ميزانيته أي نعم 205 مليون، ولكن برضو في مصاريف تسويق دعاية وإعلانات ما أضافوه في هذا الرقم. بس إلى الآن أموره طيبة كومان، صراحة ما توقعت أنه يقرب من رقم خسائر، ولكن والله كفو. ومن باب ثاني برضو في شباك التذاكر يا جماعة، فيلم ويلي وانكا والله فجرها في 3 أسابيع له في صالات السينما، بوم 400 مليون تقريبا. يا ساتر، شعبية ويلي وانكا ترى مرة خطيرة، لا تستهينوا فيها، يعتبر جزء من الثقافة الأمريكية، جزء من الثقافة الغربية بشكل عام. وغير كذا الفيلم كان مرة حلو، أنا شفته زي ما قلت لكم، الفيلم مرة جميل وممتع، فيلم عائلي تروح تتابعه أنت وأهلك، تنبسط في السينما وتضرب الباب تخرج وأنت مبسوط. النص مليار مرة ما عاد صارت بعيدة بالنسبة لي فيلم ويلي وانكا، ممكن يجيبها ممكن يقترب منها وممكن يتجاوزها، كل شيء جايز. جيرمي رانر يا جماعة الخير قام بالسلامة أخيرا، لو فاكرين قبل سنة دهسته كاسحة ثلوج وسببت له إصابات مرة خطيرة دخل على إثرها العناية المركزة. وبعد سنة من الحادثة الآن الممثل رجع إلى ساحة التمثيل وبدأ يرجع إلى أدواره بشكل تدريجي، وصار ما فيه إلا كل عافية. ألف سلام عليك يا كوتش. والموسم الرابع والجديد للأنمي اللذيذ والجميل واللطيف والممتع بصريا وقتاليا، قاتل الشياطين أو كيميتسو نو يايبا أو ديمون سلاير، يفصلنا عنه يا جماعة الخير 3 أشهر فقط. ولكن الجميل والأحلى والأكشخ اسألني إيش، برضه في فيلم جديد راح ينزل بعد شهر تقريبا لكيميتسو نو يايبا أو قاتل الشياطين. أنت شكلك ما تعرف نظام الأفلام في هذا الاستديو صح؟ الاستديو ذولي مرة عباقرة وذكية وعارفين كيف يسوقوا للفيلم وكيف يجيبوا برضه إيش أو ينوعوا مصادر الدخل لهذه القصة أو لهذا الأنمي أو لهذه المانجا. كل موسم جديد ينزل قبله فيلم دائما، والفيلم يكون عبارة عن مزيج من آخر أحداث الموسم الأخير اللي نزل وكمان الحلقة الأولى من الموسم الجديد، يعني يعطوك كذا ريفريش لمعلوماتك من آخر شيء حصل ويدخلوك بعدين على حلقة جديدة من الجزء الجديد. أذكياء، يا ليت كل الأنميات يسووا زي كذا، أو على الأقل الموسمية، مرة رهيبة الفكرة. وعلى طاري 2024 يا جماعة، تدرون إن واحد من أجمل وأروع وأمتع وأرهب أعمال الأنيميشن قرب بإذن الله أو بينزل في سنة 2024؟ جرب كذا توقف الفيديو وخمن مسلسل انيميشن رهيب الوجيه ينتظره ومتحمس له، ايش بيكون؟ يا سلام عليك جبتها، انا اقول صدق جبتها، يا سلام عليك. اركين، مسلسل الانيميشن التابع لنتفليكس اركين راح ينزل في سنه 2024. اقسم بالله يا جماعه الخير المسلسل هذا مره قوي، انا اشوفه واحد من افضل مسلسلات الانيميشن اللي نزلت في التاريخ، شيء رهيب. تبغى اسلوب رسم مميز فيه، تبغى تحريك وانيميشن خرافي فيه، تبغى اداء صوتي يا رباه، تبغى قصة، تبغى أكشن، تبغى دراما، إيش تبغى، بس كل شيء موجود في هذا الأنيميشن. فإذا ما تابعت الموسم الأول من مسلسل أركين أنصحك الآن إنك تصور البوستر وتروح تتابعه، صدقني ما راح تندم، عظيم عظيم رائع. هيا تعال يا حبيبي وجيب لي ورقة وقلم وسجل معي ولا سوي سكرين شوت، لأني راح أشارك معاك أهم الأفلام اللي راح تنزل في هذه السنة الجديدة سنة 2024، إذا مش بالنسبة للكل بالنسبة لي على الأقل. جاهز؟ يلا بينا. اول حاجه يا جماعه، في سنه 2024 راح نشوف فيلم ديدبول الجزء الثالث، واللي راح ينزل باذن الله في شهر جولاي، وهذا بالنسبه لي اكثر فيلم منتظر في عالم ديزني وعالم الاكس مان، لانه راح يغير الكثير والكثير. هو عالم ديزني، عالم مارفل قصدي، عالم مارفل والاكس مان، بعد فيلم ديدبول الثالث راح يصير في اشياء مره كثيره، عشان كذا انا مره متحمس لفيلم ديدبول الثالث. ثاني حاجه يا جماعه، عندنا فيلم فيوريوسا، والمشتق من نفس عالم ماد ماكس الاول، بل انه احداث الدور قبل احداث فيلم ماد ماكس الاول، وباذن الله الفيلم بيكون ممتاز على ضمانتي، المخرج ما يحتاج، الابطال ما يحتاج، حتشوف حاجه رهيبه مره. واذا ما تابعت الجزء الاول من ماد ماكس لا يفوتك، مره رهيب، توم هاردي بدع. عموما الجزء الجديد من ماد ماكس او فيوريوسا قادم في شهر ماي باذن الله. ثالث حاجه عندنا فيلم جودزيلا وكونغ، واللي راح نشهد فيه تعاون ما بين جودزيلا وكونغ، يب راح يتعاونوا، تخيل تعاون جودزيلا وكونغ، بدل ما يتضاربوا راح يتعاونوا على خطر معين يواجه الكره الارضيه، شلون ازاي راح نعرف باذن الله في شهر ابريل. رابع حاجه عندنا واحد من اهم الافلام واهم السلاسل اللي احبها، اللي راح تبدا بجزء جديد، وهي سلسله كوكب القرده، اول فيلم من السلسله الجديده باذن الله راح ينزل في سنه 2024، وموعدنا مع الفيلم بيكون في شهر ماي باذن الله. خامس حاجه يا حبيبي، عندنا فيلم الجوكر الجزء الثاني، يا حبيبي يا جوكر، واحد من اكثر الافلام المنتظره في سنه 2024 اللي لازم الكل يتحمس له. انت ما تابعت الجزء الاول للحين تستهبل، صور الشاشه روح تابعه. الجوكر يا تصاحي، افضل نسخه جوكر شفتها في التلفزيون يا رجل. اوكي هو هيث ليدجر صراحه، اقسم لا اساطير. شهر ابريل يا
جماعة بنشوف الفيلم بإذن الله. والفيلم السادس يا جماعة راح يكون عندنا فيلم Quiet Place، أو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Quiet Place، واللي راح تدور أحداثه قبل أحداث الجزء الأول والجزء الثاني. بمعنى إنه الفيلم يا حبيبي راح يناقش كيف بدأت هذه الكارثة داخل الفيلم. قصة الفيلم تقول لك إنك لا تتكلم، لا تطلع ولا أي صوت، بمجرد ما تطلع صوت تهاجمك وحوش غريبة. مش بس تتكلم، أي صوت، لا تحرك، لا تدعس حاجة، تطلع صوت، لا تطيح شيء، على طول بتهاجمك وحوش. قصة مرة غريبة ومميزة صراحة، ومكتوبة بشكل مرة مرتب. موعدنا مع هذا الفيلم يا جماعة والجزء الثالث بإذن الله في شهر جون. سابع حاجة يا حبيبي الوجيه عندنا فيلم جلاديتور الجزء الثاني، واللي من تأجيل لتأجيل، من حوسة لحوسة، من معمعة لمعمعة، ولكن أخيرا وبإذن الله راح نشوفه في شهر نوفمبر من سنة 2024 أو السنة الجديدة اللي بدأت يعني. أنا والله أشوف يا جماعة ما أدري، بس جاني شعور مؤخرا إنه الفيلم قد يكون خربوطة. ما أدري، هو عدم ثقتي في هوليوود بدأت تنخفض في إصدار أفلام جديدة لأفلام مرة عظيمة وقديمة، ما أدري، ولكن إن شاء الله إنه إيش يطلع كويس إن شاء الله. والفيلم الثامن والمنتظر في سنة 2024 بالنسبة لي راح يكون فيلم مدام ويب. أوكي، مرة متخوف من الفيلم وحاس إنه بيكون يعني كذا فوضى، ولكن ما نقول لا لأي فيلم يصدمنا بروعته، بالعكس أنا أنبسط لما الفيلم يصدمني، أكون متوقع إنه سيء ويطلع مرة رهيب. فيلم مدام ويب يا جماعة قادم في شهر فبراير بإذن الله. وأخيرا يا جماعة عندنا الجزء الثاني من فيلم إنسايد أوت، واحد من أجمل وأروع أفلام ديزني، لما كانت وقتها ديزني فعلا إيش تركز على الرسائل، تركز على الأشياء الجميلة اللي تقدمها داخل محتواها. وقتها ديزني كان عندهم فهم عميق جدا للترفيه المفيد. فكون الجزء الثاني الآن بينزل بعد ما ديزني بدأت تغير في أوراقها وبدأت تركز على جودة المحتوى، أنا مؤمن بإذن الله أن الجزء الثاني من إنسايد أوت بيكون حاجة مرة خرافية إن شاء الله، إلا لو ديزني عابطت وحشت أم وأجندة وخبلت فيه. إذا ما تابعت الجزء الأول إنسايد أوت تابعوه، مرة رهيب وفي رسائل جدا جميلة وفكرة مرة مميزة كعادة ديزني وبيكسار. الجزء الثاني من إنسايد أوت يا جماعة قادم في شهر جون. وللأمانة في أفلام مرة كثيرة، ولكن هذه تقريبا أهم الأفلام بالنسبة لي اللي أنا منتظرها. وبس والله يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. هبلوا لايك واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات، تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب، جميع حساباتي راح تلاقيها في صندوق الوصف. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.